مكالمات الفيديو تساعدكم وطلابكم اللي تسأل مع بعضكم البعض، ومن الممكن استخدامها للمزيد من التدريس. إليكم بعض الأفكار. التقديمات: يمكن لطلابكم مشاركة شاشاتهم أو استخدام تطبيق Flipgrid لمشاركة ما عملوا عليه. رحلات ميدانية افتراضية: تسمح مواقع عديدة على الإنترنت باستكشاف المحاطف وأحواض السمك وأماكن مختلفة حول العالم. المراجعة مع الوالدين: يمكنكم أن توفروا مكالمات الفيديو الجماعي والفردي للوالدين ومقدمة رأية بإبقائهم على علم بأطفالهم. الألعاب: يمكنكم أن تلعبوا كهوت وكويزز وألعاب أخرى في الصف للمراجعة أو للمتعة. المراجعة مع طلاب: يمكن للطلاب أن يشعروا بأنهم معزولين عن زملائهم خلال تعلم عن بعد. تقدم مكالمات الفيديو فرصة لهم للمشاركة والاتصال ببعضهم البعض. مكالمات الفيديو تساعدكم وطلابكم بالاتصال مع بعضكم البعض.